وهل الله سبحانه وتعالى يعفو عن شخص ارتكب كبيرة ولم يتب منها؟ هل هذا وارد أم يلزم أن يتوب؟ جمهور أهل السنة على أن الله قد يتوب عليك دون أن تستغفر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فقد يتوب الله سبحانه وتعالى على شخص دون أن يصدر منه أستغفر الله. ليس معنى هذا حجب الناس على الاستغفار، لكن نتكلم على الإمكانية أن هذا أن الله قادر على كل شيء. والمرأة البغي التي سقت كلبا غفر لها ما صدر منها من بغاء ولم يرد أنها استغفرت.